يحل عيد الأضحى المبارك على الأسر في مدينة حلب السورية، وتغيب معظم طقوسه، لكل أسرة سبب وقف حائلا بينهما وبين الاحتفال بالعيد، فيما فقدت المأكولات والحلوى الخاصة بالعيد من الأسواق والمنازل بسبب الحصار، كذلك ألعاب الأطفال التي لم تنصب في العديد من المناطق خشية قصف محتمل لم تنصب هناك. حال أهالي حلب مع حلول العيد في تقرير يمان خطيب من حلب. ستبذل كثيرا من الجهد إذا ما أردت البحث عن فرحة العيد هنا. هنا أقصد بها مدينة حلب المحاصرة. علي أحد سكانها، حل عليه العيد وحيدا هذه المرة. أفراد عائلته جميعا قتلوا بغارة جوية قبل أيام، زوجته التي تحضر حلوى العيد وأطفاله الأربعة الذين اعتاد أن يصحبهم إلى المراجيح، حتى منزله أحيل لكومة ركام، رحلت معه جميع الذكريات وبقيت لعبة ابنته. تجاهل سؤالنا حول شعوره بحلول هذا العيد، وأتت أجوبته بصيغة الماضي. طبعا على مدار ال5 سنوات قضيت هون عياد مع أطفالي، طبعا هون بهالحوش هاي بهالبيت هذا، هون كنا سهرانين نقعد بالليل ما ننام، كنا على طول قاعدين، خاصة مصباح العيد نوصل لأذان الفجر نقوم نصلي الفجر سوا، أخذ محمد وعبيدة معي صغار كانوا، أخذ معي على الجامع، نروح نرجع على البيت، ندور على الجيران نشوف الأطفال ناخذن على المرجوحات يلعبوا كذا، يعني بفرح لن أنه هن الله سبحانه وتعالى طعم شهادة، ولكن بنفس الوقت قلبي بيبكي الدم عليهن على فراقن. محمد هو الآخر يقضي أيام العيد بعيدا عن عائلته. الحصار المفروض على المدينة حال بينه وبين زوجته. هذا أول عيد بيعدي علي زوجتي مي معي بسبب الحصار اللي صار على مدينة حلب. قبل ما تتحاصر حلب بيومين طلعت زور أهلها بالريف، وأنا كنت هون بحلب، تحاصرت حلب وما قدرنا نشوف بعض حتى هلأ بالعيد. حتى أهلي من 4 سنين ما قدرت أحضر معهم ولا مناسبة، مناسبة عيد، مناسبة رمضان أبدا، لأني أهلي ببلد وأنا ببلد. يا أولاد العيد أبوك سعيد، لفتة حمراء طيبة شحبي. أخيرا نجد ما يمت إلى العيد بصلة، قليل من الفرح وأصوات أهازيج ترتفع في أحد الشوارع بعد توافد الأطفال للعب بهذه المراجيح، مستغلين إعلان وقف إطلاق النار، لكن ذلك لم ينسيهم وطأة الحصار وافتقاد رغيف الخبز الذي بات من السلع النادرة. هذا العيد مو مثل كل عيد، العالم كله ما بتأمن تنزل أولادها من البيت، من البيت ما بتأمن، لأنه كانت الطيارة على بس وقت تطلع بالنهار كله ساعة ساعتين وتروح ما تجي طول، وكان في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، فاتح الطريق، العالم تروح تجي تاخذ وتعطي. هلا الطريق مسكر، العالم بس ما عم تأمن إمتى يفتح الطريق بس تروح تنهزم تطفش. يكاد يغيب العيد بطقوسه ومادياته عن كثير من عوائل هذه المدينة. تتعدد الأسباب ويبقى الحصار والخشية من القصف سببا يتشارك فيه جميع من يقطن في حلب. يمان خطيب لأخبار الآن، حلب.